الاستثمار في الطاقات المتجددة واستغلال هذا المورد الطبيعي للجزائر هو مجال اختارته المؤسسة الناشئة السماحة لتعمل وتطور أفكارها في أحد أهم المصادر الرئيسية للطاقات البديلة باعتبارها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. أفاق توسعت بتحقيق شراكة مع متعامل صيني في هذا التخصص وتجسد مشاريعها ميدانيا في تركيب الألواح الشمسية والإنارة العمومية والإشارات التوجيهية ومضخات المياه. اختيارنا على الشريك الصيني مش من فراغ، لأنهم صينيين رواد في هذا المجال، واحنا اخترنا شركة اللي هي من أحسن الشركات الصينية. الإشعاع الشمسي في الجزائر يفوق 2000 ساعة في السنة، وتنجم توصل في بعض الجهات في اليو بلاتو وفي الصحراء 3900 ساعة سنويا، وهذا محفز كبير اللي خلى العديد من الاقتصاديين بدلوا الوجهة متاعهم إلى الجزائر. بما أننا نحن رانا عايشين في الصحراء في ولاية إليزي، في الصحراء عندنا إمكانيات مهمة لتطوير الطاقة الشمسية. الشمس يفوق 20 ساعة. أعمدة الإنارة العمومية هذه تشتغل بالطاقة الشمسية. العييدة من ولاية جنات التي تستغل هذا المورد الطاقوي النظيف كمصدر لتوليد الكهرباء محققة اكتفاءها الذاتي بفضل 3 محطات تستغل الخبرة الصينية في هذا التخصص. يعني هذه المحطة راح تعتبر إضافة زيادة بالنسبة لإنتاج الطاقة بالنسبة لولاية جانت. المحطة هذه تقريبا إنجاز الأشغال راها تمت تقريبا نقولوا 99%. المرحلة هذه راها فيها راها في مرحلة تجارب، قيام بالتجارب الهيدروستاتيك، تجارب تاع الهيدروستاتيك، تجارب بالنسبة لبانو، وترجع تجارب على الكابل. وفي خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله راح تدخل في حيز الخدمة. استراتيجية ناجعة تنتهجها الجزائر اليوم في استغلال الطاقة الشمسية بفتح باب الاستثمار فيها بشراكات أجنبية يحفزها قانون الاستثمار الجديد في بلد يوفر معدل 3000 ساعة من أشعة الشمسية سنوياً.